يقول: كثير من الغلاة يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلوق من النور، وهو ليس من البشر أو مثل البشر، ليس مثل البشر. هذا غلو وكذب والعياذ بالله، ولا يجوز. الرسول بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم. والبشر منين خلق؟ خلق من بشر، من أب وأم، فهو بشر عليه الصلاة والسلام. أبوه عبد الله وأمه آمنة بنت وهب، شيء معروف، كيف يكون مخلوق من نور؟ نعم. فضيلة الشيخ، ولهذا تقول محمد بن عبد الله، ما تقول محمد بن النور، محمد بن عبد الله. اللي خلقوا من النور هم الملائكة، ملائكة خلقوا من النور، والشياطين خلقوا من النار، وبنو آدم خلقوا من تراب. نعم.